أثابكم الله. يقول السائل: في يوم من الأيام حلفت على زوجتي أن لا تدخل دار قريب لي، ومرت الأيام ونزلت بهم مصيبة فأردت مواساتهم، فتذكرت حلفي لكن لم أذكر اليمين الذي حلفت به، هل هو يمين طلاق أم خلافه؟ وذهبت أسأل العلماء عن ماذا أفعل ولم أجد الإجابة، كل يتوعدني بالبحث ولا مجيب، فاجتهدت من عندي للحديث من حلف يمينا فرأى خيرا منها الحديث، فذهبت مع زوجتي لقريبنا وعزيناه، فما هو الحكم في هذه المسألة وفقكم الله؟ ما أكملت الحديث. الحديث فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فلا بأس أنك تذهب إلى أقاربك أو إلى المصابين وتعزيهم، ولو أنك حالف أنك ما تجيهم. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فعليك بالصلة وزيارة المصابين، لأن هذا من السنة، وتكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام. نعم.